كما التقى مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي. في ختام زيارته لكل من العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان والتي استغرقت يومين، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الإيطالي بحضور عدد من السادة الوزراء من كلا الجانبين وممثلي أكثر من 34 شركة مصرية وإيطالية. الرئيس السيسي استعرض في كلمته الخطوات التي اتخذتها مصر على مسار خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار السياسي بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي. كما أكد الرئيس السيسي على اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لطلبات المستثمرين. لكن انا اتصور ان من خلال سنه حيث نشوف الطاقه اللي انتهت تماما مصر سنتين من الامريكان في مستوى مثالي من العمل فيما يخص الطاقه التحديديه الطاقه الكهربائيه وحتى الناس. الاوروبي يعني وقت مصر الدنيا كلها دي شكلته كده انا بحط ايدي في ده وفي ختام كلمته دعا الرئيس السيسي الشركات الإيطالية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر خلال شهر مارس القادم. وكان كل من رئيس مجلس الأعمال المصري والإيطالي قد ألقيا كلمة أكد خلالها أنهم يستهدفون الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2016. وفي ختام أعمال المجلس تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادر التمثيل التجاري وتعزيز بناء القدرات، إضافة إلى مذكرة تهدف إلى التعاون في مجال السكك الحديدية. من ناحية أخرى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بروما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي فابريزيو سيشيتو. تناول اللقاء جهود مصر لاستكمال استحقاقات خريطة المستقبل وإتمامها